انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ يعني ايه مش هتيجي؟ استني بقى، يعني ايه مش هتيجي؟ طب واخواتي اللي جايين من السفر دول والمعازيم واللبس وكل ده؟ حلوة. انا بجد ما شفتش اندل من كده في حياتي. انت جاي تقول لي الكلام ده يوم فرحي؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. طب انا اعمل ايه في الناس اللي جايه دي؟ النهارده هيبقى يوم ضرب نار، لازم تحضروه من اوله لاخره، احضروا الفيديو ما تفوتوش ولا نقطه. يوم دمه خفيف جدا، هتتبسطوا معانا جدا، في مفاجات كتيره قوي قوي هتحصل في الفيديو ده، وعندنا ضيوف جمال جدا. وتتوقعوا مين العروسه؟ تتوقعوا مين العروسه؟ القمر. طلي بالابيض طلي يا زهرتني. مش هفضل اغنيه يا جماعه، سامحوني. تعالوا بقى نتعرف على العروسه القمر. جاهزين؟ جاهزين. واحد، اتنين، ثلاثة. لا ايوه، لا ايوه، لا ايوه، لا عندنا فرح. ايه الجمال ده؟ يعني اتكلمي شوية عن الجمال. اخواتي اللي عاملين لي اللوك ده يا بنات. ما هو باين قوي، مش محتاجة تقولي. مش أي مجهود. السلام عليكم. عارفين ايه؟ أول حاجة كده، احنا لما بنحب بنعمل فرح، بنعمل مش مهم عريس، بس بنعمل. البت قالت لي عايزة طل بالفستان الأبيض، قلت لها والله العظيم ما هكدب لك خبر. ها؟ تعالوا بقى كده نتكلم بجد شوية. أول حاجة، دي مش عروسة من فراغ، النهاردة هنعمل مقلب قسما بالله ما اتعمل في الوطن العربي ولا في العالم كله. اللي هتشوفوه النهاردة ما حصلش في الكون. احنا بقالنا فترة مبهدلين بعض مقالب، مقطعين وش بعض مقالب، فقررنا النهاردة نتحد. كفاية مقالب كده ونتحد ونعمل مقلب في حد. قعدنا نفكر نقرر لحد ما نمر. قال أنا عايز أعمل مقلب في إكرامي وإسراء، عزمهم على إن النهاردة فرح مين؟ فرح إتهال أختي. بس تعالوا بدري شوية يا جماعة عشان التجهيزات. طبعا أنا أقول لهم إحنا لسه هنجهز، والفستان السواري إحنا كويناه وعلقناه وقلاء فوق عشان إيه؟ يبقى مقنع تماما. وإبتهال لسه مخلصة، وإيه رأيكم في اللوك؟ وناخد رأيهم. تخيلوا كده تبقى معزومين في فرح وأنتوا قاعدين لا بيكوا ولا عليكوا، مرة واحدة لقيت العروسة بتكلم عريس في التليفون وبيتخانقوا، هوب الخناقة كبرت، حصل مشادات مش طبيعية، هوب العريس مش جاي، اضطرينا نستعين بواحد من المعازيم هو اللي يبقى العريس. مين العريس بتاع النهاردة؟ هو إكرامي. ما هو قال لي متجوز، بس انا قلت مش مشكله، المهم افرح. انا عايز افرح. المشكله اكرامي مش لوحده، اكرامي معاه اسراء. اسراء صاحبتنا جدا وغالي على قلبنا قوي، فاحنا قلنا لها تعالي قبل بس ما نوصل القاعه. ماشي، غالي على قلبنا قوي. قلت لها تعالي وجهزي معايا ولبسيني الفستان وساعديني، وهاتي فستانك السواري معاكي، ما تلبسيش لان هتتبهدلي جدا. طبعا احنا هنبهدلك جدا. تخيلي كده انت رايحه انت وجوزك فرح، لقيتي جوزك اضطر بقى هو العريس. انا مش عارف رد فعل اسراء بقى ايه. ده اللي احنا هنشوفه النهارده. الف 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 مليون مبروك يا بولا، زي القمر، عروسه قمر. الف مليون مبروك يا احلى عروسه في الدنيا، والفستان جميل عليكي قوي، والطرحه تجنن. يا جدعان هو انتوا بجد صدقتوا نفسكم؟ احنا متفقين عليه، ده مقلب يا جدعان. انا اتحطيت في الفستان، عايز اي عريس. ايه ما تسيبنيش النهارده، عينك على قرايتي. اول لما تشوف الانعكاس بتاع الضوء بدا يختفي تعرفي اللي هم بداوا يخطفوني، فخدي بالك وحافظي عليا. طب دلوقتي هنبدا نحط الكاميرات، واول لما اكرامي واسراء يجوا هنبدا نصور، وربنا يستر. يلا زودي يا جدعان، هو انتوا بتعملوا ايه بجد؟ والله والله العظيم انتوا تعبوا تعب ما يعلم بالله ربنا، ومفيش عريس اصلا بيلاحظ الحاجات دي كلها. يعني احنا ما بنلاحظش والله. بنعمل كده لنفسنا مش ليكم. ايوه دليل، هو عروسه من غير عريس. انا حتى ما سالتش مين العريس. ومش فارق معايا، المهم انا اكرامي شكله وصل. ركزوا عشان اكرامي وصل، عايز ابداع، عايز اول لما اقول لك ابداي المكالمه تقلبيها مناحة. صوت وعياط ويا عقبال كل واحدة يا مواكيل. رجع عروسة، الله يبارك فيك. عاملة ايه؟ الحمد لله. يلا عادي، الله حرموت بره. قمر اللهم صل على النبي.
يا الحلاوه دي والله تحفه تحفه. انت يا ظلمي سؤال بجد لونها مظبوطه وكده ولا ايه؟ حاجه في اي حاجه؟ حاجه بسيطه. لا اعمل معاكم حاجه. طيب عايزين حاجه اعملها مثلا. الله يسعد قلبك. انا معايا ميك اب اجيب لها حاجه مثلا. انت رايك في حاجه ناقصه؟ لا لا. عايز قدامه قد ايه مثلا؟ زمان وعلى وصول دلوقتي. طب واخواتك جم سافروا ولا لسه؟ لسه قدامهم من كده باذن الله نص ساعه ولا حاجه. ممكن يحصلونا على ماشي بعض. نلبس كمان شويه مش دلوقتي عايز اه لسه طبعا نلبس دلوقتي لسه من الحر. نص ساعه كده ونبدا نلبس. مش هنسى دلوقتي. ماشي ممكن تدوده يا بنت. يا دوب عشان دلوقتي يا دوب دي الثانيه بس عشان الطرحه تقع. طيب المشكله اصلا اخواتها جايين من الامارات جايين النهارده وممكن يمشوا احنا الصبح بالكتير بس احضروا فرح وماشيين. بتاع تليفونك من ساعتها بيرن. انا الطرحه بايظه قوي مش عارفه ارد انا ولا ترد انت. طب تعدلي لي الطرحه بس الاول. ماشي هعدل. ابعتي لي بس دبابيس وانا هعدلها. اه ما انا مستنيه الدبابيس. الو كده ايه انت فين كل ده؟ انت كده المفروض تبقى موجود من ساعه. فينك كل ده؟ بنريقك كده. ايه تسلم. ايه مش سامعاك. عندك اذاعات جامد. بتقول ايه؟ ايه مش سامعه والله. بتقول ايه؟ بتتكلم جد ولا بتهزر؟ يعني ايه مش هتيجي؟ يعني ايه مش هتيجي؟ طب واخواتي اللي جايين من السفر دول والمعازيم واللبس وكل ده؟ في حاجه ولا ايه؟ في حاجه ولا ايه؟ انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ انا بجد ما شفتش اندل من كده في حياتي. في ايه؟ في ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. فيك طب انا اعمل ايه في الناس اللي جايه دي؟ يعني ايه كل شيء اسمه ونصيب؟ انت جاي تقول لي الكلام ده يوم فرحي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. فيك بيقول لي مش جاي. طب ايه اقعدي. طيب ايه يعني اتصرف دلوقتي؟ اقعدي اقعدي. طب انت اقعدي. طب ايه اللي حصل؟ هات لها ميه بسكر بسرعه. مش فاهمه. هات لي ميه بسكر. انت يا ازاي مش جاي يعني؟ انت كل شيء ايه بيقول لي مش جاي. تعب ليلى ولا ايه؟ ده انا اولع فيه. الو حضرتك حصل ايه؟ عايز افهم. استنى كده بابا فوق. حصل ايه؟ حصل ايه المشكله؟ لا انا مش جاي فرح. حصل ايه؟ والنبي يا جماعه كلموه كلموه. يا باشا يعني دي اصول يعني تبقى علاقتك يعني اصلا فكك منه. انت تبقى علاقتك انا دماغي. انا اخواتي بس اللي جايين من السفر دول اقول لهم ايه؟ يا عم تبقى انت علاقتك يعني؟ يعني ايه مزاجك ومش جاي؟ انت عيل ايه؟ ايه يا عم ده؟ ولا مش جاي ده عيل بيكلم ما عندوش دم. ان شاء الله خير. انت عارفني ازاي؟ الله ونعم الوكيل فيك. تعالوا من ده يا نمي. تقدم لبابا يعني عادي اللي بابا ايه ده؟ ده عيل ناقص ما عندوش دم. معلش ده بيكلمني يقول لي هو مش جاي. معلش طب ايه هو مش جاي؟ يا بنت المشكلة في اخواتك اللي جايين دول. مش عارفة أعمل إيه يا نمرة. أنا دماغي وقفت تماما. أنا مش قادرة أفكر. فكرة أنتوا ممكن يعني تكلموا اخواتكم وتقولوا لهم هو موقف صعب فعلا. ازاي؟ تقول لهم ايه؟ اهدي يا بنتي اهدي. الموضوع هيتحل. اهدي يا بنتي اهدي. الابتهال هيتحل. اهدي. انت عارف الجو ده؟ انت بتحبيه؟ قسما بالله اللي ما كانش راح اولادك في امه. انا كلمت بابا دلوقتي اصلا وهيتكلم اهله دلوقتي. شوف بقى قال له ايه ده؟ ياخد بجزمه في دماغه. الناس لما تيجي في هموم ان حصل له اي حاجه عمل حادثه ظرف طارئ اي حاجه يعني. طبعا احنا كده هنزود عليها يا جماعه. انت واحد ما عندوش دم يوم فرح اللي انا مش جاي ده اي حق؟ طب نموتها يعني. انت جاي نموتها ايه؟ ما تزعلش اصلا. اسمها دلج اصلا يا حبيبتي. الناس كلها اللي معزومه جايه. ما في مفيش. انت عارف يعني ايه؟ يعني ايه عريس ما بيجيش يوم فرحه قبلها بكام ساعه؟ انت عارف يعني ايه يا نمر؟ موقف وسخ بصراحه. موقف مش حلو. الناس مش هتقول ده راجل مش محترم. الناس هتقول كلام تاني. كلمه دي كارثه. بس قدام اخواتي ويمشي. مش عايزه منه حاجه. لا لا احنا كده مش قايلين من نفسنا. انت كده مش قايلين من نفسك عشان تقولي له تعالى. سبحان الله ونعم الوكيل. هنعمل ايه دلوقتي لعماتي وخالاتي وخلاني وكلهم على وصول دلوقتي يا نام؟ يا جماعه ساعدوني بجد مش عارفه اعمل ايه. ساعدوني ما تسيبونيش لوحدي ارجوكم. احنا معاكي كلنا والله معاكي. اهلي تعرفوا شغلكم. هيعرفوا شكله منين يا نمر؟ اخواتي لسه جايين من السفر بقول لك. اهدي اهدي خلاص. انتوا عايزين حل؟ تعالى نشوف حد اللي هو بس يعني يقضي اليوم كاتب الكتاب ويمشي. لا طبعا. طب خرج يا نمر. جوازه مش يعني انت هتجيب اهل والسلام اتجوزها فيتجوزها طب مش طلقها ايه الوضع؟ يعني حتى لو ياخد فلوس بس الفكره فلوس يا حبيبي لو كلهم مصابين هتجيب واحد مصاب ده عارف هتضمن واحد منين؟ عم شكلها قدام الناس بتقول لاهلها ما حدش مصابين مش كده. يا اخر يا اخر المطاف. هيذبحوها اكرامي ناس يا اهلكم دول يا جماعه. ايوه بس أيوة صعبين. بس في ناس كتيره معزومه ما نعرفهمش. اخواتها صعبين جدا. اخواتها صعبين صعبين. طيب كنتوا رحتوا لهم؟ انا مش موافق. ايوه يا ابني صح. طب انا هسال سؤال هسال سؤال. هي دلوقتي لازم حد يسرقها صح؟ طبعا. في مشكله لو كتبنا الكتاب على اكرامي لحد بكره الصبح. ايه رايك؟ ماشي محدش خلص.
فين غير اكرامي؟ انا مش لاقي حد اثق فيه اكتر من اكرامي. انا مين؟ معلش مش فاهمه الكلام. انا مش لاقي حد اثق فيه في الدنيا اكتر من اكرامي. صح. يعني هو بس يعني يبقى في كاتب كتاب لحد لما يمشوا. صح. ايه مش فاهمك السؤال بس. لا لا انا مش مشيت كلها. هو ما يعرفنيش. ما يعرفكش. ما يعرفوش ازاي يعني؟ بيشوفوهم في الفيديوهات. والله ما يعرفوش. ما يعرفوش كل مشكلتك يعرفوك ولا ما يعرفوش؟ ثواني عشان انت عرفت. ايه دي بس؟ ايه دي؟ ايه انت عايز ايه؟ انا عشان عايز افهم اصلا ازاي يجي الفكره دي في دماغك. ايه دي؟ ايه دي؟ عايز اتكلم. وايه المشكله لو ابوك بحلها لاختي هحله؟ ايه المشكله دي؟ مشكله تحلوها انتوا. انا دلوقتي واقفه معاها بعينها. انتوا خليتوني يعني قلبت السماء والارض بعينها على عياطها وبعينها وزعلانه عليها بجد. انتوا دلوقتي ده كله ده هتزعلوا عليا. لو دي هتحل مشكلتها انا موافق. انا بالنسبه لي لو حد مكاني هيعمل ده. انا ما عنديش مشكله خالص. بسم الله. وانا مش موافقه. اسراء بص اسراء. انا مش موافقه. اختي ايه المشكله؟ هتبقى اختي. اختي ماشي. اختي مش تبقى اصلا. انا ايه المشكله؟ تبقى يا بنتي ان يحصل فيا كده. هيحصل فيك ايه يا بنتي؟ انا عايزك انت ترد عليا. تبقى لي ان يحصل فيا كده. طيب عايز كده. عايز كده. احنا مش جواز يا اسراء. ده جواز ايه يا بنتي؟ واحد انت حاضره ممكن تحوله. يا جماعه الغريب بقى الفار ايزيها. عارفه يا اسراء انا اهلي ممكن يقتلوا. لا حرام طبعا. انا موافق. خلاص بصوا يعني شوفوا اي حد تاني. خلاص بصوا يعني شوفوا اي حد تاني. مش لازم اكرامي. انا مرضت نفسي. انا مش قابله الوضع ده. ما ينفعش. بس ايه بس؟ هو انا بالنسبه لي هروح اتجوز حقيقي؟ انت مش تمثال متحرك. انت مش تمثال. انت بس تتفحرك. ايه ده؟ انا ما بحبش اسوب. ممكن تسمعيني؟ ممكن تسمعيني؟ انا مش بنتكلم في ايه دي؟ دي ناس مش غرب. لو هسعيله بس لو قلبي هتدور ايه المشكله؟ اسراء ده يوم يوم هيعدي. بص يا عمري دي احنا انا ورحمه ابويا بعمل ده. لو حد غريب انا عمري اصلا ما هفكر لا بوافق ولا حتى بيبقى اي حاجه. بس يا ابني مفيش حاجه والله. احنا اخوات. بس دول مفيش. دول دي واحده مننا صح كده؟ ايوه. ست انا ما عنديش اعمل ده واخد بعضي ومش معاك. هروح هقعد هنا يعني. ما تجوش عليا عشان خاطر موقف زي ده. حد يرجع ليك والله العظيم. انا عارف. بس انا يعني انا اقترحت ده من عشم في اخويا وفي اختي. لكن انا في ازمه. مش هنقف جنبنا. احنا في ازمه. مش هنقف جنبنا. انت موافقه اصلا؟ تمام يا ابتهال. هوافق وانا عاصر على نفسي ليمونه. هعمل ايه يعني؟ في ايدي ايه اعمله؟ طب تستخير ربنا. طيب هستخير في ايه يعني؟ في يعني مثلا انت مش موافقه او حاجه او انت بتفكري في اي حاجه نشوف انا موافق عليها ولا لا. شوف برضه تستخير ربنا. انا هعمل ايه؟ اي حد جنبي وخلاص. توافقوا على ايه؟ توافقوا عليها. مش جاي عريس جاي يتقدم يا جماعه. هو انت مش عريس جاي تتقدم لهم. اصل انا ممكن تلبسوا على الشنطه. طب بسرعه جهزوا. يلا يلا عشان تبقى فاهم. كلام اسف. صعب تلبس. ماشي اتجوز. انت متخلفه عقليا. اتجوز ايه واعمل ايه؟ بجد ايه؟ قولي انت. انت ده عالم هوبي. ما تقولوش جيزوس بصراحه. بس يا عم والله العظيم جريت. وراح فين؟ وحش الشورت. وراح فين؟ اجري انت ورا جوزي كمان. انت حد الصفه يا نادر. ده طلع عند الملعريس. هو ده صاحبي اللي باثق فيه يا اسطى. انت بتجري يا اسطى ليه؟ هو ده مقلب؟ قسما بالله مقلب. مقلب والله. طب رحمة ابويا ما قدر اتكلم. والله العظيم ما ادري اتكلم. شكلك تن تي تي تن تن تن. انا مش موافق بتاعك يا ولد. انت نفسك حد يجي يتكلم معايا. والله العظيم نفسك يا عروس. انا كنت حاسه ان انا مش عارفه اكلم اي تاني. مش عارفه والله العظيم يعني. رجلي التانيه مسار على السلم. هو ده اللي كان هيبدينا برقبته. يا هجرسه. يا هجروس. هجروس. الموقف اللي عملته ده مش طبيعي والله. بس ده كان لازم اجري. اللي فاجئني ان هي بتقول لي عصر عصر ليمونه. يعني انا راجل ما عنديش دم. ان انا بعمل خير. والله كرهتني في الخير. طيب يا جدعان كده الحمد لله يكون لبس المقلب. وكده كام؟ 1-0 لينا. مش عايز اشوف هجروس منكم. فريده فين؟ جاي في الطريق. جاي في الطريق. والله العظيم هخليكم تصوروا فكره من الاخر. بس هنعملها بقى فريده. جاهزين؟ جاهزين. هنحط ايدينا في بعض مش هنقلب على بعض. ربنا يستر. اللي ولع فيا. باي باي.